فريق ديال بنما خاسر المقابله الاولى ب10 الاهداف، اذا ما غيدخل خاسر حتى شي حاجه، هو ديجا خاسر وكينتظر المقابله الثانيه، الا خسر فيها مشى ليه كلشي. فداك الشيء علاش لعب بداك النيفو بحال ما هكاك، لعب بريسيون ولعب بالنسبه للتكتيك لعبها اونبا، يعني كان البريسيون على دائما على اللعابه ديالنا في الكارديزويت الصغيره ديالنا. فداك الشيء علاش اللعابه واللعابه اللي كانوا عند المنتخب الوطني اليوم الاغلبيه ناقصهم شويه ديال التجربه، حيت الفريق الوطني الاغلبيه عندهم ديبليساج ديال الناس مصابين، ولكن كيتعوضوا بهذا المنتخب الثاني اللي هو بكل صراحه تدريجيا بشويه بشويه غادي ياخذ ديك الثقه في النفس. وهذه كانوا اخطاء تكتيكيه، يعني اللاعب ديال المنتخب كيبغي يقلب كتشري الكره كيتمارك، يعني ما ماركش بشي طريقه اللي هي الا بالاخطاء الكرويه اللي كانت عند المنتخب الوطني. وهذا في حد ذاته ملي كنا 4-3 كنا خايفين على المنتخب الوطني، ولكن ملي جا البيت الخامس وجا البيت السادس فاللعاب ارتاحوا جسمانيا وكملوا على المقابله ديالهم. المقابله ديال اليوم دازت زوينه شبارك الله، مقابله زوينه، ونتمنوا الفريق المغربي المقابله الجايه ان شاء الله يكون في مستوى واخا الدراري تقاتلوا داروا المجهود ديالهم، ونتمنوا ان شاء الله المقابلات الاخرين يكونوا زوينين بحال المقابله ديال اليوم. كانت صعيبه شويه بالنسبه للفريق، كان شويه نقص، ولكن ماشي مشكل. نتمنوا المباراه الجايه تكون زوينه ان شاء الله، وتوفيق للفريق المغرب. واخويا اش غادي نقول لك، المقابله كانت زوينه، المقابله كانت محله، والمقابله عجبتنا كاع الدراري كلهم مزيانين في المستوى، لا المدرب ولا كلهم. هي واحد الحاجه خصها واحد ما يتدخل فيهم، يخليها بهذوك اللعابه وهذاك المدرب، الا دخلوا فيهم ولا شي حاجه راه غادي مشكل. الدراري عجبوني، وحنا من الا ما نقولوا غير برافو يعني المنتخب الوطني يعني الفوتسال بالقياده ديال المدرب هشام دكيك. برافو للدراري، اليوم قدموا على واحد المقابله ما كانت سهله، المقابله اللي كانت صعيبه ضد المنتخب بنما. الحمد لله عرفوا كيفاش انهم يجريوا المقابله، المهم هي المهم هو الربح. يعني برافو للمنتخب المغربي يعني الرياضه الفوتسال، بان لي بحال بحال الجمهور المغربي ما رضيش بهذه النتيجه، ولكن النتيجه راها مزيانه بالنسبه لهاد الوليدات والمقابله الثانيه، وما تهبطش يديك ودي جوج ديال الانتصارات فراه كدوز اوتوماتيكمون للدور الثاني. فنتمنى من هشام دقيق كونتر البرتغال ما يخسرش لينا، ما يخسرش مع البرتغال، يلعب معاهم واحد الماتش على الاقل على التعادل باش نبقاو عندنا 7 ديال النقاط وندوزو الدور الثاني. وكنتمناو لهم التوفيق، وكنتمناو لهم مازال زيد القدام، مازال غادي يعطيو اكثر من هذا الشيء. الدراري زعما في المستوى ديالهم ماشي كاين ما كاين لا نفاق لا والو، اتفرج فيهم بروميير ميطو ودوزيام ميطو كلهم، لا المدرب ولا اللعابه كلهم بخير وعلى خير. رسالتنا للاعبين وكذلك رسالتنا للناخب الوطني انهم يعني المزيد من التركيز يعني على المقابلات اللي جايه، المقابلات اللي جايين يعني ربما غيكونوا صعاب من هادو. فما علينا الا نقول لهم تبارك الله عليكم وحنا معاكم. كيف ما كتعرفوا الشعب المغربي يعني يعني مآمن بالكره المغربيه ويعني بالرياضه المغربيه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.